بيبدأ المسلسل مع كيم وهو بيعتذر من حبيبته مينا لأنه كان مشغول جدا لدرجة إنه نسى إن ده يوم الذكرى السنوية الأولى لمواعدتهم، ونسى كمان يجيب لها هدية. ومينا تكون قاعدة ساكتة وحزينة، فجأة تصدم كيم وتعترف له إنها حامل. كيم يتصدم إنها إزاي حامل وهو ما قربش منها من فترة طويلة. فمينا تصدمه أكتر وتقول له إنها مش حامل منه وحامل من شخص تاني. فكيم يسكت قدام بجاحتها، وبدل ما يديها قلمين على وشها يقول لها إنه اتأكد من كلام مامته إنه صح، وإنه فعلا فاشل في كل حاجة. فشل حتى في انه يخليها تحبه، ولكن مهما يكون مشغول عنها او مش بتحبه ده ما يدهاش الحق في انها تخونه، ويقوم يمشي ويسيبها. ونروح على الجنب التاني لمين جون، مدير شركه للتسويق المنزلي، ويكون بيعمل لقاء صحفي بيتكلم فيه عن شركته وانه ازاي اسسها وتعب فيها. ولما يسالوه عن نوب عارضه بيع المنتجات، مين جون يتكلم عنها بطريقه مش حلوه، وانها بسبب جسمها وشكلها بترفع نسبه المبيعات بتاعتهم، وتكون نوب متضايقه منه جدا وهي بتسمعه. وفي عرض تسويق النوب مين جون يقدم معاها العرض ويكونوا بس مباشر، واثناء العرض مين جون يستغل اي فرصه عشان يقرب منها بطريقه مش كويسه. وبعد ما يخلص البث نوب تبعد عنه وتكون متضايقه من تصرفاته معاها، ويقع عليها اداه من معدات التصوير وايديها تتجرح، فده المخرج البرنامج وصاحبها يخاف عليها. ونوب تتعصب على مين جون لانها بتشوف ان دي غلطته، لكن مين جون ما يهتمش بيها. ولما تخرج عشان تروح تاني يطلب منها انها ما تدخلش في مشاكل مع مين جون، وان هو كمان بيتضايق منه لما يقرب لها، ولكن ما يقدروش يعملوا له حاجه لانه مديرهم. وبعدها يحكي لها انه هيبيع عربيته لانه هيشتري عربيه اكبر، فنوب يبان عليها الفرحه وتطلب منه يبيعها لها لان نفسها يكون عندها عربيتها الخاصه، ولكن العربيات الجديده غاليه عليها. فتاني يوافق انه يبيعها لها، فنوب تفرح جدا وتحضن تم من فرحتها. تاني يوم الصبح لما كيم يرجع على بيته يلاقي مامته مستنياه وتزعق له انه جاي متاخر من شغله، وتكون عرفت ان مينا انفصلت عنه وتتخانق معاه من غير ما تراعي مشاعره وانه حزين، وتطلب منه يتغير لان بطريقته دي محدش هيقبل يكون معاه وانه زي باباه. وكيم يسمع كلام مامته ويسكت من غير حتى ما يرد، ولكن يكون تعبان ومكسور من جوه، فيبعت رساله لصاحبه بيت يعرفه انه هيجي يقعد عنده. ولما كيم يروح لصاحبه في البيت يلاقي عربيه تاني اللي بقت عربيه نوب خلاص واقفه قدام باب بيت صاحبه وسد الطريق. فكيم ينزل لها ويطلب منها تبعد علشان يعرف يدخل عربيته، فتعرفه ان العربيه بتاعتها متعطله منها ومش عارفه تعمل ايه. فكيم يساعدها ويزق عربيتها، فعربيتها تتصلح وتمشي من غير ما تشكره. وكيم بعد ما يدخل عربيته ويروح يدور على مفتاح البيت في صندوق البريد زي ما بيت صاحبه سايبه له، ويشوف نوب مقربه عليه وهي بتجري، واول ما تقرب منه ويشوف وشها يسرح. ونوب تشكره على مساعدته ليها وتتاسف له انها ما عرفتش تقف تشكره على طول لان ما كانش معاها شمسيه وكانت خايفه على جرحها من المطر. وكيم كل ده وهو سرحان فيها، ويفتكر انه في السنه الاولى ليه في الجامعه كان شاب انطوائي وخجول وكل ملامحه كانت مختلفه عن شكله الحالي. ويقابل هناك نوب وهي اول واحده تقدم له المساعده وتعرفه على نفسها وانها اكبر منه ب5 سنين وان دي سنتها الاخيره. وقبل ما كيم يعرفها على اسمه تقول له انها مش عايزه تعرف اسمه، انها تديه اسم هي وتسميه بيبي بانج، وتهديه اسوره عليها نجمه وتطلب منه يحتفظ بيها وتوعده انها تهتم بيه خلال دراستها. وكيم كان سعيد قوي بمعرفتها. ونرجع لنوب وما تتعرفش على كيم لان شكله اتغير كتير، ولما تلاقيه سرحان فيها تساله اذا كان عارفها، فهو ينكر معرفتهم ببعض. فنوب تودعها وتمشي، وبيتها يكون قريب جدا من بيته، وكيم يكون فرحان بشوفتها. فاول ما يدخل البيت يدور عليها على وسائل التواصل ويتابعها على الانستجرام من اكونت فيك مش باسمه الحقيقي، ويتفرج على كل اعلاناتها. وصفحه كيم تلفت انتباه نوب اول ما يتابعها، وما يكونش نشر عليها حاجه غير رسوماته اللي بتعجبها، ويبان على كيم ونوب الحزن في نفس الوقت، وده لان نوب تكون هي اللي شايله مسؤوليه مامتها واخوها ورفض الارتباط. وكيم من وقت ما شاف نوب وهو ما بيفكرش غير فيها، ويوعد نفسه انه هيعوضها عن الماضي، ونفهم انه عمل فيها حاجه في الماضي وخايف يواجهها. ونروح للماضي في كليه الفنون اللي بتدرس فيها نوب وكيم، ونوب في كل مره كانت تشوف فيها كيم تروح تدعمه وتشجعه انه يجتهد وينجح، وتكون بتشجعه كاخ صغير ليها، ولكن طيبتها معاه ودعمها المستمر ليه يتكون عند كيم مشاعر ليها ويقضي الوقت في انه يراقبها، وبمرور الوقت حبه يزيد ليها. ونوب في فتره دراستها تكون مضطرة تشتغل طول الوقت عشان تساعد مامتها، ورغم ان ليها اخ اصغر منها الا ان مامتها بتعامل اخوها دايما احسن منها ومش عايزاه يشتغل معاهم عشان يركز على دراسته، وتكون نوب حاسه بفرق المعامله، ولكن عمرها ما اعترضت، كل شغل ليها كانت بتتعرض للمشاكل. ونروح لكيم وعيلته ويكونوا عايشين في سعاده مع بعض. وابو كيم كان بيشتغل مصور، مره وكيم وهو بيجرب كاميرا باباه وباباه مش موجود يشوف هو ومامته صوره لباباه مع واحده، فمامه كيم تتعصب على باباه ويدخلوا في خناقه كبيره سوا، وتطلب منه يختار ما بين شغله
بينه وبينهم. فابو كيم ما يعجبوش طريقه مراته معاه ويسيب لهم البيت ويمشي، فمامه كيم تنهار ومن وقتها بتنحصر عن العالم وتكره كل حاجه في حياتها. وكيم الايام تمر عليه بصعوبه، واكتر حاجه كانت بتهون عليه هي نوب. ونوب رغم شغلها الا انها كانت مركزه في دراستها، والدكتور بتاعها كان معجب جدا بمشروع تخرجها ويشكر فيها قدام زمايلها بانها اكتر واحده تستحق المنحه. وواحد من زمايلها يغني منها ويروح يتخانق معاها لان رغم انها ما بتحضرش هتاخد المنحه، ويكون شايف انه يستحق المنحه اكتر منها، وكيم يكون شايف خناقتهم من بعيد وما يتدخلش. وفي مره كيم ينام في معرض الرسومات بتاع الكليه وهو بيحاول يخلص رسمته، ويصحى على صوت خبط جامد ويتفاجئ ان الطالب الغيران من نوب بيكسر المشروع بتاعها. فكيم يبعدوا عن المشروع ويتخانقوا سوا ويفضلوا يضربوا في بعض، وفجاه يحصل حاجه تخلي المشروع يولع، فالطالب يخاف ويهرب، وكيم يقف ويفضل يحاول يطفيه بسرعه ويكون خايف من زعل نوب. والطلاب يدخلوا عليه، من ضمنهم نوب اللي اول ما تشوف كل تعبها اتحرق في لحظه تتصدم وتفكر ان كيم هو السبب، وتجري من غير ما تسمعه وهي منهاره. وكيم يحاول يصلح المشروع بتاعها من تاني عشان يعوضها، ولكن يعرف انها قررت توقف دراستها وتسيب الكليه، فهو يفضل يجري وراها عشان يحكي لها اللي حصل ويبرر لها موقفه، ولكن ما يلحقهاش، وتكون سابت دراستها وراحت اتقدمت على شغل في شركه مينجون اللي هي فيها حاليا. ونرجع لكيم في الحاضر، ويقرر انه يقرب من نوب ويخليها تقع في حبه. تاني يوم كيم يقف قدام بيت نوب، ونوب لما تخرج وتشوفه كيم يروح يتكلم معاها ويقول لها انه اشترى الاسكوتر ده من بعد اعلانها عنه، ولكن اتعطل ومش فاهم اتعطل ليه، وانه اشترى المنتج غالي بعد عرضها، ويتهمها انها بتخدع العملاء. ونوب لما تشوف الجهاز تلاقيه فاصل شحن، فكيم يتحرج قدامها ويقول لها ان المشكله في عرضها عشان ما شرحتش بالتفاصيل، ويكون عمل كل ده عشان يلفت انتباهها ويتكلم معاها. ولكن نوب بعد ما تخلص كلام معاه تمشيه، فتفشل اول خطه لكيم في التعرف عليها ويودعها ويمشي. وتاني يوم في شركه دعايه، يكون العرض اللي هيقدموه هي ملابس رياضيه نسائيه، ومن جون يطلب من تان انه يخلي نوب تعلن عن الملابس وهي لابسه واحد منهم، انهم هيكونوا جذابين عليها اكتر ما يكونوا على المانيكان. وتاني يروح يعرض على نوب ويقول لها ان اللبس مكشوف جدا وهو مش مرتاح، ولكن هيسيب الخيار ليها، ونوب توافق انها تلبسه عشان ما تخسرش شغلها. ومن جون يحضر معاها البث، ونوب تطلع وهي لافه جاكيت على وسطها عشان ما تكونش ملفته، ولكن من رخامه مين جون يسحب الجاكيت من عليها اثناء البث، فتاني يتضايق ويصرع في انه يوقف البث بسرعه ويدخل يغطي نوب. ونوب تكون هتتخانق مع مين جون، ولكن تاني يوقفها، ونوب تهدى عشان محتاجه الشغل ومش قادره تسيبه. ويتنشر اخبار وصور لعرض نوب ومين جون وهو بيبعد لها الجاكيت، والناس يهاجموها بالتعليقات السلبيه ويهنوها. وتاني يروح يتعصب على مين جون لان بسببه نوب اتفضحت، فمين جون يقول له ان الاخبار الفضحه دي هتساعدهم على التسويق، ونامون صاحبه نوب تروح لها عشان تواسيها وتمنعها من انها تقرا التعليقات السلبيه اللي عليها. ولما مزاج نوب يتحسن تفتكر ان اخوها عنده مسابقه للطبخ، فتروح له عشان تدعمه، ولكن اخوها يخسر في المسابقه، ونوب تزعل عليه، ولكن ما تبينش زعلها ليه، وتفتكر زمان لما مامتهم كانت بتعمل لهم مسابقه في الطبخ هما الاثنين، ورغم ان نوب بيكون طبخها احلى الا انها كانت بتكسب سي اخو نوب في كل مره، وتقول لنوب انها بتعمل كده عشان تشجعه، ونوب تقول لاخوها انها هتساعده وهتقدم له في مدرسه طبخ. ولما تنزل ستوري تطلب مساعده من متابعينها في ان لو حد فيهم يعرف مدرسه طبخ معروفه يقول لها عليها، كيم يكون عارف مدرسه مشهوره، فيدخل يبعت لها اسم المدرسه من الاكونت الفيك، فنوب تشكره وتشوفه شخص لطيف، وتتصل بتان وتحكي له انها تسجل لاخوها في مدرسه جديده للطبخ عشان يحسن مستواه، ولكن المدرسه غاليه عليها وعشان كده هتعمل كل حاجه عشان تزود المبيعات لان الفلوس اللي بتاخدها حاليا مش بتكفيها، فتاني وعدها انه هيساعدها. شويه وتلاقي كيم جاي لها ويقول لها انه اشترى شوايه كهربيه بعد اقتراحها، وعايزه تعلمه ازاي يستخدمها، وهتكون دي اخر خدمه يطلبها منها، وانها تعتبر الخدمه دي تعويض لمساعدته ليها لما عربيتها اتعطلت، فتوافق وتدخله بيتها عشان تعلمه، ويكون كيم بيخترع اي فرصه عشان يشوفها ويتكلم معاها. بعد ما نوب تعلمه ازاي يستخدمها تقول له انه بما انه متابع لبرنامجها ايه اكتر حاجه عايز يشوفها في العرض بتاعها، وتكون بتساله كده عشان تزود من المبيعات. فكيم يديها اقتراح وهي تقتنع جدا بكلامه، وقبل ما كيم يمشي يهديها حلوه بمناسبه ان ده يومهم الاول في التعرف، ويقول لها ان اسمه كيم وانها تقدر تناديله بالجار كيم، ونوب تكون مبسوطه بتعرفها عليه. تاني يوم تطور نوب في اقتراح كيم وتعرض فكرتها على مين جون وتقنعه بيها، فمين جون يوافق عليها بشرط انها ترفع من نسبه المبيعات بنسبه 30% وهيحط المسؤوليه عليها بما انها فكرتها، وان المبيعات لو ما زادتش هيطردها، ونوب توافق انها تتحمل المسؤوليه رغم كده. وتاني ياخد نوب لشركه تسويق كبيره عشان تساعدهم في الافكار وطريقه تقديم العروض وتسويقها، ومدير الشركه يقترح عليهم افضل فريق يساعدهم، ويطلع ان الفريق ده هو كيم والمساعد بتاعه بوي، وتتفاجئ وتسرح لما تلاقي كيم هو اللي قدامها، وهو يفرح جدا لما يلاقي نفسه هيشتغل معاها. وبعد ما يخلصوا نوب تروح تتكلم معاه وتكون بتناديله بالجار كيم زي ما هو طلب منها، فكيم يقول لها ان اسمه اتغير من الجار كيم لزميلها كيم، ويبان ان نوب مبسوطه وتسلم عليه. وتاني يشوفهم ويبان عليه الغيره، وزي اخو نوب يروح على مدرسه الطبخ الجديده، وفي اول يوم ليه يتعرف على زميلها
زمايله ويخرج معاهم، ولكن كل زمايله يفضلوا يتكلموا عن عائلاتهم والممتلكات والشركات اللي عندهم، وهو طول القعدة يحس انه اقل منهم، ولما يروح بالليل يكون زعلان ويسأل نوب ليه انهم مش اغنية زي باقي العائلات، وانه مش عايز يفضل كده، وانه ما تكونش فاهمة هو ماله، وزي يقول لها انه مبقاش عايز يروح المدرسة. فنوب تتعصب عليه لانها عملت المستحيل عشان توفر له حياة مريحة، والوقت جاي يقول لها انه هيستسلم بسهولة، وتقول له يفكر في حلم مامته مع انها عارفة انها مش هتلومه لانه ابنها المحبوب وكالعادة هتحميه، وتعيط وهي بتقول له يفكر في تعبها ويفكر في حب مامتهم اللي هو اخده لوحده وما يستسلمش، وتخرج وتسيبه وهي منهارة. وكيم يشوفها وهي واقفة فيروح يقف معاها ويلاقها بتعيط، فيمسح لها دموعها بقميصه من غير ما يسألها عن السبب، ويقول لها انه مستعد يسمعها في اي وقت من النهاردة، وانه هيفضل واقف جنبها لحد ما حزنها يخلص، فهي تفضل تعيط وهو يقف جنبها من غير ما يتكلم. تاني يوم يروح يحضر تصوير اعلان نوب، فتاني يقول له انه مش من المفروض يجي هنا، فكيم يقول له انه جاي عشان ياخد افكار تسويقيه من الاعلانات بتاعتهم، ورغم ان ده مش بيكون عاجب تان الا انه بيسيبه واقف. وكيم لما يشوف مين جون بيقرب من نوب بطريقه مش حلوه يتضايق لدرجه انه يوقع على هدومه والمشروب اللي بيشربه من غير ما يحس، ولما يدخل ينظف هدومه في الحمام يسمع مين جون وهو بيتكلم في الموبايل، وبيقول للي بيكلمه انه هيدبر له مقابله قريب مع نوب، ويتكلم كانه بيبيع نوب ليه زي ما عمل مع غيرها. وبعد ما نوب تخلص شغلها تلاحظ ان كيم لسه مروحش، فتروح تكلمه، وكيم يقول لها انه ما جابش عربيته ويطلب منها توصله بما انهم نفس الطريق، فتوافق، وتاني غير جدا ويروح وراهم، وكيم يشغل اغاني ويفضلوا يغنوا هما الاثنين بصوت عالي، ونوب تكون مبسوطه لاول مره من قلبها وتحس انها من غير قيود. وكيم يبحث عن معلومات عن مين جون وما يكونش واثق فيه وخايف على نوب منه، وبحكم شغل نوب مع كيم يتقربوا من بعض، ونوب تثق فيه وتحكي له حاجات كتير عن حياتها. ونامون تروح لنوب وتحكي لها انها وقعت في حب شخص غريب وما شافتوش قبل كده، فنوب تستغربها وانها ازاي بتحب واحد من غير ما تشوفه، فنامون تقول لها انها بتحب شخصيته الداخليه وانه فنان مستقل بتتابعه من فتره وان اسمه كلانج ميسا. ونروح لكيم اللي قاعد بيرسم، وبعد ما يخلص رسمته يوقع عليها باسم كلانج ميسا، ولما بيت صاحبه يساله على مين هو كلانج ميسا يقول له ان ده اسمه الفني ولكن سره ومحدش يعرفه. ونوب في مره تعزم كيم عندها على الاكل عشان عرفت منه ان مامته ما طبختلوش ولا مره في حياته، فتعزمه عشان تعوضه، واثناء ما يكونوا سوا ويحصل حاجه وشعر كيم يجي على وشه زي ما كان شكله زمان، فهي تشبه عليه، وقبل ما تعرف انه بيبي بانج التاني يدخل عليهم ويقعد ياكل معاهم، ويكون بيعامل كيم وحش ويساله وصل لايه في الشغل، فكيم يعرض له الافكار اللي وصل لها، وعلى الرغم ان افكاره بتعجب نوب جدا تاني يشوفها بسيطه ومش حلوه، ولكن كيم يكون فاهم تان كويس وانه بيعمل كده عشان يستفزه، ويعرض عليهم فكره تانيه وتكون مميزه جدا ينفذوها وتنجح. ولما بيت يكون مع كيم في المعرض بتاعه يشوف هناك نامون ويعجب بيها ويروح يتكلم معاها، لكن نامون ما تديلوش وش ما تتكلمش معاه، ولكن لما تمشي يبان عليها انها مبسوطه وهي كمان اعجبت بيه. وسي يتصل بمامته ويطلب منها فلوس لانه هيشترك مع اصحابه ويفتحوا مطعم سوا، وانه هيقدر اخيرا يكسب فلوس، فمامته تقول له انها تتكلم مع اخته عشانه. في نفس اليوم نوب تروح تزور مامتها وتلاقيها قاعده مع راجل وطفل صغير، ونوب تعرف من مامتها ان الراجل ده اسمه نواي وان الطفل ده ابنه وانهم ارتبطوا، فنوب تزعل ان مامتها ما عرفتهاش حاجه زي دي، وتزعل اكتر لما تعرف ان سي عارف بالموضوع من زمان، وتكون هتمشي، فمامتها توقفها وتطلب منها فلوس لسي عشان يستثمر مع اصحابه في مطعم، فنوب زعلها يزيد لان مامتها مش شايفاها غير انها بتصرف عليهم وبس، والطفل ابن حبيبها ينادي لمامتها بماما، فنوب تمشي وكل مشاعرها متلخبطه، وده لما شافت مامتها بتدي حب لطفل مش طفلها على عكس ما كانت بتعاملها. وبالليل كيم يروح لها عشان يسالها عن رايها في العرض اللي صممه، فنوب تقول له انها حبيته، كنت تعبانه جدا ولكن ما تعيطش، وتحضن كيم وتطلب منه يسيبها لحد ما تحس انها بخير، وتتحجج انها تعبانه بسبب ضغط الشغل. وكيم لما يروح يبعت لها رساله من على حسابه المزيف ويقول لها انها ما تحسش لمره انها مش مهمه، لانها بالنسبه لاشخاص معينه هي اهم حاجه، وكلامه يفرحها ويجدد طاقتها، ولكن ما تلحقش تلاقي ان نسبه المبيعات بتاعتها زادت ولكن ما وصلتش لل 30% زي ما وعدت مين جون، فتخاف انه يطردها. وباي صاحب كيم يجيب بنت اسمها اليس معاه وهو جاي يقابل كيم، وتكون عايزه تشتغل معاهم وتكون معجبه بكيم جدا واخداه قدوه ليها، فكيم يوافق انه يشغلها معاهم. وبالليل بيت يساعد كيم في انه يحضر معرض الرسومات بعد ما اللوحات عددها اكتمل، لان تاني يوم الافتتاح للمعرض، وده لان البروفيسور اللي بيدعم كيم من ايام الكليه عايز يقدم كيم كفنان رسميا فيه. وتاني يوم كيم يغير رايه ويرفض انه يروح يحضر الافتتاح لانه مش عايز يعرف حد ان هو كلانج ميسا، ويبعت بيت مكانه عشان ياخد باله من لوحاته. وبيت هناك يرجع يشوف نامون ويلاقيها مهتمه انها تشوف كلانج ميسا، ويروح يتكلم معاها، ولما يلاقيها بتتجاهله يضطر يكذب عليها ويقولها ان هو كلانج ميسا، فتتصدم وتفرح انها اخيرا شافته حقيقي. على الجنب التاني كيم ونوب يكونوا بيتمشوا سوا، وبعدها يروحوا يقعدوا في مكان، وتفضل تحكي له انها مش حاسه بسعاده في حياتها وان عندها مسؤوليات كتير، وان المبيعات لو انخفضت هتطرد من الشغل وتشرب كتير وتقوم قدام
قدام الناس تغني وترقص، ولكن فجأة تقع وتفضل تعيط جامد. وبعد ما كيم يهديها تقول له انها لو كانت اتخرجت من الكلية زمان كان كل حاجة هتتغير في حياتها. فكيم يزعل ويحس بالذنب وان بسببه هي بتعاني الوقت. وكيم يقرر انه يحكي لها الحقيقة وان هو بيبي بانج. ولكن قبل ما يحكي حاجة سي اخوها يظهر ويلاحظ ان اخته مش في وعيها، فيطلب من كيم انه يمشي دلوقتي ويكمل كلامه معاها بعدين. تاني يوم بيت يعزم نامون عنده في البيت، وده لانها عايزة تشوف شكل بيت فنان زيه عامل ازاي. فبيت يدخلها اوضة كيم كانها اوضته. فجأة كيم يوصل البيت ويلاقوهم في اوضته، فبيت يخليه يستخبى عشان نامون ما تشوفهوش. وبعدين بيت يستأذن منها ويروح ورا كيم، فبيت يعترف له بالحقيقة وانه كذب على نامون وان هو كلانج ميسا. فكيم يزعق له ويقول له انه كده هيكبره ويخبي السر تاني، فبيت ما يفهمش وهو بيقول ايه. فكيم يعرفه ان نامون هي افضل صاحبة للبنت اللي هو بيحبها. وبعدها كيم يروح يطمن على مامته ويلاقي البيت متبهدل وهي لسه في نفس حالتها وتتخانق معاه كعادتها وتفضل تعيط. وكيم يلاقي ان مامته بتاخد ادويه للاكتئاب فيزعل عليها ويحس انه ما ينفعش يكون بعيد عنها بعد كده. ونوب تروح تقعد مع اخوها واصحابه وتكون عايزه تطمن على المشروع اللي هيدخل فيه اخوها، وتقرر انها تساعده وتقول له انها تحاول تدبر له الفلوس. وسي يفرح ويوعدها انه هينجح ويعمل كل اللي عليه وتباع عربيتها عشان توفر له الفلوس. ولما تروح لمين جون عشان تطلب منه يزود لها شغلها الفتره الجايه يطلب منها تقابله في مكان معين بالليل، وهي تضطر توافق وتروح على الميعاد، ولكن تكون خايفه من مين جون فتتصل بتان ولكن تان ما يردش عليها، فتنزل صوره ليها على الانستغرام وتحدد موقعها. ولما كيم يشوف صورتها يستغرب انها حددت مكانها ويقوم ويسيب اصحابه ويمشي بسرعه. ونروح لنوب ومين جون يجبرها تشرب معاه شويه، ونوب توازنها يختل ويبان ان مين جون حاطط لها حاجه في المشروب، ويقوم يقرب منها ويكون عايز ياخدها على بيته. ولكن كيم يوصل على اخر لحظه ويضرب مين جون ويبعده عنها وياخد نوب معاها على بيته ويفضل يهتم بيها ويحكي لها انه استنى كتير لحد ما قابلها، وهي تفوق وتكون سمعت كلامه وتشوف الاسوره في ايده وتتاكد انه بيبي بانج، وتقول له انها في البدايه ما كانتش متاكده ولكن الاسوره هي اللي اكدت لها، ويقول لها انه ما كانش يقصد انه يكذب عليها وانه كان عايز يعوضها في البدايه قبل ما يعترف لها بالحقيقه. ولكن نوب تقول له انها عرفت من زمان انه ملوش ذنب في اللي حصل وان زمايلها جابوا لها الطالب اللي عمل كده وهو بنفسه اعترف بالحقيقه لانه كان حاسس بالغيره، وتقول له انها بعد كده سبت الدراسه وراحت تشتغل، ما كانتش تعرف كل ده انه حاسس بالذنب وانه بالنسبه لها ما ارتكبش اي غلط، بالعكس هي اللي المفروض تشكره. فكيم يحضنها لانه بيرتاح من ذنبه اخيرا بعد اللي هي قالته. ولما يتكلموا على مين جون يكون كيم عايز يبلغ الشرطه عنه، فنوب تقول له انه ما فيش معاها دليل ضده وانها عارفه انه كان بيستغلها طول الوقت، ولكن هي محتاجه مساعدته والشغل معاه وانها تلاقي طريقه تتعامل بيها معاه. تاني يوم لما نوب تروح الشغل تلاقي مين جون جايب فريق تاني ويكون بيتكلم مع تان ويعرفوا انه هيعمل بين فريقهم، والفريق ده منافسه واكتر فريق هيحقق مبيعات هو اللي هيفضل معاه ويقدم مقدمه جديده اسمها كيو، وان هي اللي هتشتغل مع الفريقين لمده شهرين تحت المراقبه. اما بالنسبه لنوب قرر انه ياجل تجديد عقدها وفي الفتره دي مش هيدفع لها مرتب، فتاني يتعصب على مين جون ولكن اعضاء فريقه يهدوه. ونوب تمشي بعد ما شبه اتطردت من الشركه، وكيم يكون عنده شغل مشترك مع شركه نوب، ولكن يتفاجئ ان كيو هي اللي جايه تقابلهم بدل نوب. وكيم لما يسال عن نوب تعرفه انها توقفت عن الشغل، فكيم يتضايق. وبعد ما يخلص شغله يروح لها البيت، فسي يخرج له ويعرفوا ان نوب سافرت لبيت مامتهم، وترجع نوب البيت وما تكونش قادره تتقبل ان مامتها مرتبطه بحد تاني غير باباها. ولما تخرج تلاقي ان كيم في وشها ويكون جاي عشان ما يسيبهاش لوحدها. وبعدين يتمشوا ويسترجعوا ذكرياتهم سوا، ونامون وبيت يرتبطوا هما الاثنين ويروحوا هما كمان على بلد نوب ويقضوا الوقت معاهم. وفي شركه مين جون مستوى كيو ما يكونش زي نوب ونسبه المبيعات تقل، وتاني يقول لمين جون ان شهرين غياب نوب كتير وان بكده شركته هتنهار. تاني يوم تاني يسافر لنوب ويعرفها ان مين جون عايز يرجعها تشتغل من تاني، ونوب توافق انها ترجع تشتغل بسبب المسؤوليه اللي عليها. وكلهم يسهروا عند نوب في البيت ويتعرفوا على اهلها. ولما نوب ترجع على الشغل كيو تتصدم وتتضايق، تتضايق اكتر لما المبيعات ترجع تترفع على ايد نوب من تاني، ونوب ترجع مسؤوله عن العروض وكيو تبقى مسؤوله عن الشغل اللي مع كيم وفريقه، وتكون عارفه ان في علاقه صحوبيه بتجمع نوب بكيم وتطلب من كيم انه يوصلها. بعد فتره نامون تسمع تسجيل متسرب على النت بصوت كيم وهو بيتكلم مع بيت وبيقوله ان كذبتهم هتخرج عن السيطره وان هيحصل مشكله كبيره لو نامون ونوب عرفوا الحقيقه قبل ما يقولوا لهم. فنامون تروح لبيت وهي منهاره وتواجهه باللي هي عرفته، وبيت يقول لها انه عمل كده عشان يفوز بقلبها وانه كان هيعترف لها وكان متاكد انها هتسامحه بعد لما تحبه. فنامون ما تقبلش وتقول له ان باللي هو عمله هان مشاعرها وتمشي وتسيبه. وتروح وهي منهاره لنوب وتحكي لها على كل اللي حصل، ونوب تزعل على كسره قلب صاحبتها الوحيده. فتروح لكيم وتزعق له انه كذب عليهم هو وصاحبه، وتقول له انها فهمت كل حاجه من الرساله الصوتيه، فكيم ما يكونش عارف حاجه عن الصوت اللي اتسرب. ونوب تلومه على حزن صاحبتها لانها بعد ما حبت بيت من كل قلبها اكتشفت انه خانها، وكيم يفضل يعتذر لها ويدافع عن صاحبه وانه عمل كده عشان بيحب نامون، لكن هي ما تقبلش اعتذاره وتمشي وتسيبه. وقالس وبوي سمعوا كيم التسجيل اللي اتسرب له هو وبيت ويكون عايز يعرف مين هو اللي عمل كده. وبعد فتره بيت يعمل فيديو وينشره على وسائل التواصل وهو بيعترف بالحقيقه ويقول لهم ان هو الشخص اللي اتظاهر بانه كلانج ميسا، ويعتذر لكيم صاحبه انه خلاه يشارك في كذبه رغم انه ما كانش موافق، ويعتذر انه كان السبب في حزن نامون حبيبته ونوب. وبعدين يروح لبيت نوب ونامون تكون عندها، وبيت يعتذر لها شخصيا ويقول لها انه مش عايزه تسامحه
ولكن يترجاها انها ما تزعلش من كيم لان ماله الذنب، ويبان ان نامون قلبها حن البيت وعايزه تسامحه، وكيم يكون عند مامته ومامته تكون زعلانه عليه بسبب الشائعات المنتشره عليه وتفضل تعيط، وكيم يعتذر لها ويوعدها انه مش هيدخل نفسه في مشاكل تاني عشان ما يزعلهاش. وفجاه تدخل عليهم نوب وتعرف نفسها لمامته انها صاحبه كيم، وتهدي مامته وتقول لها انها عارفه كيم كويس وانه ملوش ذنب، ونوب تقضي الوقت معاهم ومام كيم تحبها وياخدوها يخرجوها يوديها لصالون تجميل عشان يطلعوها من حاله الاكتئاب اللي هي فيها، ومام كيم ترجع لها الضحكه من تاني على وشها، وكيم يشكر نوب في اخر اليوم على مساعدتها ليه وانه اخيرا شاف مامته بتضحك. تاني يوم المحاسبه بتاعت شركه مينجون تعرف مينجون ان في اختلاس في المبيعات ويكون كل الورق اللي فيه المشاكل اسم نوب موجود فيه، فمينجون يطردها من الشغل بتهمه الاختلاس، لكن ما يكونش حد من فريقها مصدق ان نوب ممكن تعمل كده. تاني يضربه ويستقيل من الشغل هو وباقي اعضاء الفريق، ونوب تروح لاخوها وهي بتعيط، ويتجمعوا هي ونامون واخوها وصاحب اخوها عشان يشوفوا حل المشكله، وباب صاحب اخوها يكون عنده علاقات ويوعدها انه هيساعدها، ونامون تروح تقابل كيم وتعرفه ان نوب متهمه بالاختلاس وتطلب منه يساعدها بما انه كان بيشتغل معاها في الشركه دي، فكيم يزعل عليها ويقرر انه يساعدها، ولكن قبل ما يمشي ويسيب نامون يحاول يصالحها على بيت ويطلب منها ترجع له ويكون بيت معاه في نفس المكان ويتوسل لها لصالحه وهي اخيرا ترجع له. تاني يوم لما كيم يروح يغسل عربيته العامل يلاقي في العربيه جهاز تصنت، ما يكونش حد راكب مع كيم في العربيه غير كيو فيشك فيها، وكيم يحاول يخرج نوب من الضغط اللي هي بتمر بيه وياخدها يخليها ترسم معاه عشان تخرج التوتر اللي جواها في الرسم وكيم يوعدها انها تتخطى كل المشاكل اللي بتمر بيها ويقرب منها ويعترف لها بمشاعره بطريقه مش مباشره، ونوب تفرح ويبان انها عندها مشاعر ليه. تاني يوم ونوب قاعده عند مامه كيم تدخل عليهم مين حبيبه كيم القديمه، وتخرج نوب وتسيب مين تتكلم مع مامه كيم لوحدهم، ولكن مين تخرج لها بعد شويه ونوب تلاحظ على جسم مين كدمات قويه، ومين تسال نوب اذا كانت هي حبيبه كيم، فتنكر نوب لان كيم لسه ما اعترفلهاش بمشاعره بطريقه مباشره، ومين تقول لها انها عرفت قيمه كيم بعد ما بعدت عنه، واول ما كيم يوصل على البيت ومين تشوفه تجري عليه وتحضنه قدام نوب، وتتكلم هي وكيم على انفراد فتره، وبعد ما يخلصوا كلام كيم يجيب لها عربيه عشان تروحها، وكيم ياخد نوب بعد كده ويروحوا يتعشوا، ما يكونش عايز نوب تفهم موضوعه مع مين غلط، ويقول لها ان كل اللي كان بينه وبين مين انتهى لان مين خانته حملت من واحد تاني وان ما عندوش مشاعر ليها. فنوب تعرفه انها مش زعلانه، ولكن زعلانه عليها لانها خايفه من ان يكون الشخص اللي بيضربها هو ابو الطفل، وتطلب منه يساعد مين وما يسيبهاش لوحدها. وتاني يوم كيم واليس وبوي يروحوا على شركه مينجون، ويكون كيم قرر انه يدخل ياخد المستندات اللي بتدين نوب باي حاجه، وواحد من الشركه يساعده، وبعد ما كيم يجيب المستندات يخرج بسرعه ويعرف ان المحاسبه بتاعت الشركه وكيو والفريق الجديد هما اللي بيختلسوا من الشركه، وتاني يعرف ان كيم قدر يجيب المستندات، وكيم يطلب منه ما يعرفش نوب انه بيساعدها، وبعدها يجيب لها كل الادله اللي تثبت براءتها ويبعتها لها على حسابه الفيك، ونوب تفرح جدا وتكون نفسها تعرف مين هو الشخص اللي بيساعدها كل ده، وتروح تدي لمينجون كل ادله براءتها وتمشي، ولما تكون خارجه من عنده تقابل كيو وتوريها انها كشفتها وتضربها بالقلم، وشر كيو ما يقفش على كده تخبط نفسها بفازه وتتصور وتتهم نوب ان هي اللي عملت فيها كده، فنوب تعمل مؤتمر صحفي تدافع فيه عن نفسها، ومينجون يدافع عنها في المؤتمر لانها هددته بانه لو ما ساعدهاش هتفضحه انه كان بيتحرش بيها طول الوقت، وتجيب له صور من كاميرات المطعم اللي هم كانوا فيه وانه خدرها. وفي المؤتمر كيو ترجع تنشر اعتذار لنوب على صفحتها وان هي اللي الفت قصه ضربها ليها، ويكون كيم واصحابه هم اللي جبروها تنشر الاعتذار. وقبل ما الصحفيين يمشوا نامون تنشر فيديو مينجون وهو مخدر نوب وتفضحه وتنتقم منه على كل اللي عمله فيها، وكيم ونوب لما يروحوا سوا على بيت مامته تتعرفوا ان مينا سابت له جواب بتعرفه فيه انها تنتحر، فيروح لها بسرعه هو ونوب ما يلحقهاش وتكون فعلا انتحرت، ولكن ينقذوها وما يقدروش ينقذوا الطفل، ونوب تشوف ان مينا خسرت كل حاجه وما بقاش لها غير كيم، فتقرر انها تبعد هي وتطلب من كيم انه يدي لمينا فرصه تانية، وتفضل تعيط وتقول له انهم هيفضلوا اصحاب وتسيب الوقت هو اللي يختار لها قدرهم. ولما يرجع البيت مامته تزعل عليه جدا وتعيط عليه وتطبخ له لاول مره، وبالرغم ان الاكل اللي هي عامله له بسيط الا انه يعجبه وياكل وهو بيعيط، ومامته تحضنه وتفضل تعيط عليه وما يكونش عارف يعمل ايه عشان يخلي نوب تصدق انه بيحبها هي وبس، ونوب تكون عايزه تعرف مين هو الشخص اللي بيساعدها دايما وتحكي لتان على كل اللي هو عمله معاها، فتان يكون عارف ان كيم هو اللي بيساعدها ولكن ما يعرفهاش، ويبدا تان يستغل فرصه ان كيم بعيد عن نوب ويتقرب منها، ولكن نوب ما تحسش بمشاعر تجاهه وتكون مفتقده كيم، وكيم ياخد منها يقعدها عنده، ولما ما تلاقيش امل انه يرجع لها قرر انها تبعد عن طريقه، وباباها ومامتها يرجعوا من السفر وياخدوها ويشكروا كيم انه ساعدها، ولما نوب تعرف ان مينا سافرت تقرر انها ترجع لكيم، ولكن في مره نوب وتاني يتقابلوا مع كيم في الاسانسير، ونوب يجي لها احساس ان كيم هو الشخص اللي بيساعدها لانه ما اتكلمش معاها طول الفتره اللي هي بعيده فيها عنه، وتتصل بيه من خلال الانستجرام فتلاقي موبايل كيم هو اللي بيرن، فتزعل انه كذب عليها الفتره دي، ولما تتخانق معاه تاني يغلط ويعرف نوب انه عارف ان كيم هو الشخص اللي بيساعدها، فتزعل منهم انهم هما الاثنين كذبوا عليها، وتسيبه متسافر لمامتها، ولكن تلاقي نفسها مش قادره تنسى كيم وترفض كذا مره انها ترجع له، ولكن لما تلاقيه مش بيستسلم تستسلم هي وترجع له، وعلاقتها تتصلح بمامتها واخوها يستقر في شغله، وتعتذر لتان انها ما قدرتش تحبه، وبعد فتره تاني يتقابل مع بنت جميله وتعجب بيه، واكيد
اكيد يعني هو هيعجب بيها. وبس كده احب اني مع فراولات الامارات اللي بيكتبوا لي احلى كومنتات في الدنيا. وقبل ما انهي اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه، تتقابلوا مع ابطال وبطلات احلامكم. بحبكم جدا، سلام. Ay, yesine geçmiş zaman.